وامبارح زي ما كنا بنتكلم خلال هذه الجولة الرياضية كان في مباريات مهمة جدا ببطولة أمم أوروبا يورو 2024. الأولى جمعت بين منتخبين جورجيا والبرتغال وانتهت بفوز جورجيا بنتيجة 2-0، وجمعت المباراة الثانية بين تركيا والتشيك واللي انتهت بفوز تركيا بنتيجة 2-1. كمان منتخب بلجيكا تعادل سلبيا مع منتخب أوكرانيا، أما المباراة الرابعة جمعت منتخب سلوفاكيا ومنتخب رومانيا واللي انتهت بنتيجة 1-1. كمان كان في مباراة في كوبا أمريكا جمعت منتخب الإكوادور مع جامايكا وانتهت بفوز الإكوادور بنتيجة 3-1. خلينا في كل التفاصيل دي عن المباريات دي دلوقتي من الأستاذ أيمن أبو عيد الناقد والمحلل الرياضي الموجود معانا على الهاتف. صباح الخير على حضرتك، وبعد التحية يعني لو تكلمنا بداية عن مباراة جورجيا والبرتغال، شفت إزاي فوز جورجيا يا فندم؟ أولا صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين، وكل سنة وأنتم طيبين جميعا طبعا وشعب مصر بخير. ما فيش شك إن هو طبعا مفاجأة للجميع، ولكن مقبولة معنويا لأنه منتخب البرتغال لعب هذه المباراة بثمن من اللاعبين الصف الثاني أو اللاعبين الاحتياط أو البدلاء. كانت وجهة نظر ربما المدير الفني هو راح اللاعبين اللي خوض دور ال 16 ودور الثمانية ثم بعد يعني في البطولة. لكن ما فيش شك ان المفاجأة طبعا انه الفوز جورجيا اللي تشارك لأول مرة في البطولة تحقق أول فوز في تاريخها في بطولة كأس الأمم الأوروبية، وهذا الفوز طبعا معناه كبير جدا، وان هو بيأكد انه هو ربما يعني أحد الفرق اللي احنا ممكن نطلق عليها الى جانب النمسا الحصان الاسود في البطوله يعني. لكن على الاداء والمباريات ما فيش شك انها كانت تستحق الفوز، لكن نضع في الاعتبار برضو انه منتخب البرتغال كان مريح ثمانيه من اللاعبين الاساسيين من على راسهم طبعا النجم الكبير والمدافع الصلب ديدي طبعا. طيب خلينا نروح مع حضرتك كمان لمباراه تركيا والتشيك، يعني شفت المباراة دي ازاي؟ تعليقك كمان على المنتخب، على فوز المنتخب التركي. هو ما فيش شك هي طبعا مباراة كان متوقع فيها فوز المنتخب التركي على أدائه في البطولة من البداية بالمقارنة بمنتخب التشيك اللي هو لم يكن يحقق الفوز طبعا من قبل في هذه البطولة يعني، لكن ده منطقيا يعني نقدر نقول انه تاهل منطقي لمنتخب تركيا. لكن المنتخب التشيك طبعا ما فيش شك ان هو منتخب كبير وله باع كبير في الكره الاوروبيه، ولكن كان خروجه مبكرا برضو علامه استفهام بالنسبه لجماهير كره القدم الى جانب منتخب كبير زي كرواتيا طبعا. طيب خلينا نكمل مع حضرتك في يورو 2024 بالنسبه لبلجيكا واوكرانيا. لا بلجيكا طبعا كانت يعني مش عارف يعني منتخب بلجيكا لم يقنعني حتى الان يعني في البطوله، لكن ما فيش شك ان هو من الفرق الكبيره وفريق يضم منتخبات لاعبين على مستوى عالي كبير، وربما هو هذه البطوله اخر فرصه لهذا الجيل من اللاعبين المميزين في بلجيكا. لكن حتى الان مبارياته لم تكن مقنعه، ولكن مباراته طبعا ما فيش شك ان هو مباراته صعبه جدا في دور 16 انه هيلتقي بمنتخب كبير جدا في الكره الاوروبيه وهو منتخب فرنسا، يعني مواجهه من الار الثقيل في الدور المقبل يعني. طيب بالنسبه لتعادل سلوفاكيا ومنتخب رومانيا، النتيجه يعني ربما يعني منطقيه، ولكن هي تعتبر بطبع من الفوز بسلوفاكيا يعني مقارنه بمنتخب رومانيا. لكن خلينا برضو اقول انه منتخب رومانيا رغم كل هذا تصدر المجموعه يعني كان مفاجاه برضو ان هو بهذا الاداء، لكن هم فريق يعني عناصر شباب كلهم ربما لاعبين جدد من اكاديميه جورجي هاجي اللي هو كان نجم كبير في رومانيا، لكن فوز يعني خلينا اقول انه تاهل مستحق باسم رومانيا على التاريخ، لكن سلوفينيا هي المفاجاه في هذا التعادل يعني.
طيب نسيب يورو 2024 ونروح لكوبا امريكا. بالنسبه لمباراه الاكوادور وجامايكا، تعليقك ايه على سير مجرياتها؟ والله هي مباراه كوبا امريكا مش ما لهاش المتابعه الكبيره اللي بتحظى بها امم اوروبا اكيد لتوقيتها برضه، لكن ما فيش شك انها طبعا مفاجاه طبعا بالنسبه للنتائج اللي بنشهدها، يعني الاكوادور تفوز 3-1 على جامايكا وفنزويلا على المكسيك 1-0، برضه دي مفاجاه بالنسبه للمنتخبات المنتخب المكسيكي طبعا، لكن الاكوادور على جامايكا منطقيه لانها تفوز 3-1 يعني على ادائهم وتاريخهم في كره القدم الامريكيه طبعا. طيب هل حضرتك شايف انه ممكن يبقى في احتماليه ان احنا نشوف مفاجات في بطوله كوبا امريكا؟ والله وارد، يعني منتخب المكسيك لو لم يتاهل ده طبعا احد الفرق الكبيره في الكره الامريكيه، وخروجه طبعا من الدور الاول سيكون مفاجاه، لكن خلينا اقول برضو ما زالت الفرق اللي هي ذات التاريخ وذات حصد البطولات الارجنتين الاوروغواي البرازيل ما زالت موجوده يعني، ولكنها يعني في الجولات المقبله ربما يحدث ذلك بعض المفاجات زي اوروبا برضو. يعني احنا هنشوف مواجهات من عيار كبير جدا في الدور ال 16، يعني ربما يعني يحصل صدام ما بين القوى الكبرى في اوروبا والمنتخبات اللي هي بتمثل مدارس متفرده، يعني زي فرنسا وبلجيكا، زي في يعني مواجهات صعبه جدا في اوروبا في الدور ال 16، يعني ربما يعني تطيح او في طريق بعض ربما منتخبات كبيره ستصطدم بعض، يعني سويسرا المفاجاه هتنتقد ايطاليا، المانيا هتقابل الدنمارك، انجلترا هتقابل سلوفاكيا، اسبانيا مع جورجيا، البرتغال هتقابل سلوفينيا، رومانيا رغم اللي حضرتك بتتكلمي عليها هتقابل هولندا، النمسا طبعا هتقابل تركيا، هتقابل النمسا اللي هي انا بعتبرها الحصان الاسود حتى الان في هذه البطوله يعني. هو على اي حال الادوار السابقه من يورو 2024 الحقيقه كان فيها مفاجات، فاحنا يعني كل عشاق طبعا الكره قاعدين بيستمتعوا بهذه المفاجات وكمان بيستمتعوا بهذه المباريات. بشكر حضرتك شكرا جزيلا ايمن ابو عيد الناقد والمحلل الرياضي، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.